غير نقيضه. واضح جدا الكلام، لم يحمل على نقيضه، ليش يحمل على النقيض؟ جزما حتى يترتب عليه الكفر الا من فرط الجهل والظلم. يعني تاخذ الكلمه، انا لي كلمه صريحه، وتاتي على كلمه مجمله، وتاخذ المعنى السيء منها وتنسبه الي وتترك الصريحه، ثم تنسبني الى الكفر والضلاله، هذا من فرط الجهل والظلم. هذا كلامه في الرد على البكر الجزء الثاني في 23 و600 طبعت مكتبة الغرباء. ويقول ايضا في صفحة 40 و600 في الجزء الثاني: لكن اللفظ المجمل اذا صدر ممن علم ايمانه لم يحمل على الكفر، لان الذي قال رجل معلوم بالايمان، وان كان كلامه يحتمل هذا لا يحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة، فكيف اذا كانت القرينة تصرفه الى المعنى الصحيح؟ اي هناك كلام اخر يوضح المعنى انه يريد المعنى الصحيح. وقال ايضا في الاخنائية الجزء الاول صفحة 31 طبعة دار الخراج، قال رحمه الله: واما التصريح باستحباب السفر، هناك من استدل بان بعض الائمة يجيز استحباب شد الرحل لزيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا لزيارة المسجد انما لزيارة القبر. فشيخ الاسلام يقول: واما التصريح باستحباب السفر لمجرد زيارة القبر دون مسجده عليه الصلاة والسلام فهذا لم ارى عن احد من ائمة المسلمين، ولا رأيت احدا من علمائهم صرح به، وانما غاية الذي يدعي ذلك انه يأخذهم اللفظ المجمل قاله بعض المتأخرين، مع ان صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بانه لا يسافر الا الى المساجد الثلاثة، او ان السفر الى غيرها منهي عنه، فاذا جمع كلامه عرف ان الذي استحبه ليس هو السفر لمجرد القبر بل للمسجد. كلام واضح. فاذا جمع كلامه، اذا من الشيخ ربيع عندما يقول ما يجمع كلام الانسان بعضه على بعض، من اين له؟ ابي آية ام بحديث ام بكلام احد من اهل العلم؟ شوفوا يا اخوان، كلام عجيب، كلام عجيب، يأتون بالأقوال المخترعة ويجعلونها وصولا، والذي يتمسك بما هو على الجادة الأولى هذا متبع لأصول فاسدة، هذا أتى بأصول هدامة، هذا يقذف بالشبه، هذا ملبس، هذا مكار ماكر مخادع، هذا فيه وهذا فيه، هذا يدافع عن أهل البدع، الذي على الجادة هذه الأوصاف فيه، والذي يأتي بقول ليس له أثر، لا عين ولا أثر عند العلم فيما اعلم، بعد ذلك عند كثير من الناس يقول خلاص نجمل ونفصل الاصول الفاسده، الحق مع الشيخ ربيع. نريد من الذين قالوا هذه المقالات، ونريد من الذين تكلموا بكلام لم يحرروه في اذهانهم اولا، ولم يدركوا ابعاد هذه المساله في اذهانهم، ولم يدركوا ايش هو موضع النزاع، ولم يدركوا ايش موضع النزاع ما عرفوا ادله المتنازعين. نريد منهم أن يجيبوا على هذه الأقوال، هل أبو الحسن متبع أو مبتدع؟ هل هو مقتدم أو مبتدع؟ هل هو على طريقة القوم الأوائل أم أنه جدد أصولا جديدة ما تعرف عند أهل الإسلام؟ على كل هذا إن شاء الله ينتظر الجواب، وإلا فهذا يعد عند طلبة العلم إعلانا بإفلاسهم من الحجج، ودليلا على فشلهم في هذه المسائل التي تكلموا بها، وما بقي إلا أن يدعى لنا ولهم بالهداية والتوبة الصادقة والرجوع إلى الحق. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، سبحان الله، ما نكلمهم في مسألة ولا يخالفون في مسألة إلا نملأ لهم بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 200 أو 300 نقل عن أهل العلم في الكتاب أو في الأشرطة أو في شيء، هذا من الخير العظيم، نحن استفدنا كثيرا والله، لكن اين هم من هذه النقولات؟ ليش ما يردون عليها؟ ليش ما يقولون قول ابن تيميه في الاخنائيه انت اخطات فيه؟ الصحيح هو كذا، لما رجعنا ما وجدناك فترت، قدمت، اخرت، جعلته في غير موضع، ليش ما يقولون هذا؟ ليش ما يردون هذه الردود العلميه؟ لا فلان كذا فلان كذا فلان كذا قصده كذا، شق الدعوه، قام فعل سوى. قد مر بنا كلام السعدي رحمه الله بان هذه حجه العجزة، وما يريدها إلا العاجز عندما تأتيه الحجج والبينات فيقول أراد كذا وقصد كذا،
كان صادقا في تشخيصه وفي تحديده هذه الإرادة وهذا القصد، هذا أيضا يقول لا بد أن يرد على الحجة. لماذا؟ لأنه قد يأتيك رجل ليس قصده كقصد ذاك الرجل، وأتى بنفس الحجة، بماذا نجيب عليه وكيف نخرج من هذا الإشكال؟ إذن لا بد من الجواب على الحجج. ولذلك الحمد لله عز وجل هذه الأشرطة المليئة بالحجج التي يعني تنضح بهذه الحجج القوية والإلزامات التي لا يجد المخالف منها مخرجا، ما سمعنا ولله الحمد من أحد حجة في الرد على هذا. بل هذا الشيخ ربيع ردت عليه في السراج الوهاج في قطع اللجاج ما رد بكلمة واحدة، راح يتكلم في مسائل أخرى. إذن هذا يدل على أن القضية مش قضية ردود علمية، القوم ماضون في كلامهم وفي طريقتهم، ترد بعلم أو ما ترد بعلم، هم في هذه الطريقة. كما قال السعد عندما قال بنو إسرائيل لموسى وهارون وما نحن لكما بمؤمنين، الحقيقة أننا غير راضين عن طريقتكما، وهنا الحقيقة أننا غير راضين عن هذه الطريقة اللي انت عليها، معك أدلة معك شهادة، الحقيقة نحن غير راضين، ممكن الحقيقة نحن غير راضين عنك، سواء معك أدلة أو ما معك أدلة. لكن هذا ما ينفق إلا عند المفلسين، إلا عند المفلس الذي ليس معه حجة هذا كلام ينفق عنده. أما الذي يقول أين الدليل صحيح أو ضعيف، أين البرهان، في أي كتاب، من قال، من سبقنا بهذا الفهم، هذه الأشياء كلها بإذن الله ما تنفق عليه. قل شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 83 و300، احنا بالنسبة للعلماء الأموات الذين ماتوا من قبل فنقرأ كلامهم من الكتب ونحيل الجزء الصفحة والطبع، أما بالنسبة للأحياء فما كان من كلامهم في كتب كذلك، وما كان من كلامهم إن شاء الله في أشرطة ستسمعونه بأصواتهم، بأصوات هؤلاء العلماء هم يتكلمون في هذه المسألة، لأن نريد أن نعرف من الذي أحدث، من الذي غير، من الذي بدل. وأما الإنسان كما قلت لكم إذا قصر برهانه طال لسانه، إذا برهانه أصبح قصيرا يجب هذا القصر باللسان، يهوش ويسب ويشتم ويطعن ويدخل في المقاصد والنيات ويأتي بكلمات قديمة ميتة ينبش يحيي الموتى. شوف يحيي الموتى، الأشياء الميتة التي قد انتهى الناس منها ينبش عليها من جديد ويحيي الموتى. هذا كله يدل على العجز، كله يدل على العجز، بارك الله فيكم. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة 83 و300، وتكلم عن أبي إسماعيل العروي وله كلام يشابه كلام الاتحادية. قال وأبو إسماعيل لم يرد هذا. من أين لابن تيمية أن العروي ما أراد هذا؟ قال فإنه قد صرح في غير موضع من كتبه بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، استدل بكلامه الآخر على براءته من هذا الكلام الذي انتحله من أجله هؤلاء الاتحادية. وقال أيضا رحمه الله في الاستقامة الجزء الأول صفحة 92، وقد ذكر قول الجنيد التوحيد إفراد القلم من الحدث، ثم قال قلت هذا كلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا، وغير المحق يدخل فيه أشياء، وغير المحق يدخل فيه أشياء. وقال أيضا في الاستقامة الجزء الأول 91 و100، قال أي الحشيري ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل لصوفي أين الله، فقال أسحقك الله، تطلب مع العين أثرا، تطلب مع العين أثرا. هذا كلام محتمل، يعني معناها يعني هذا يشير فيه معنى الاتحاد الحلول، فيه معنى الحلول، قد تطلب مع العين أثرا. قال شيخ الإسلام قلت هذا كلام مجمل قد يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزنديق معنى فاسدا، يعني هذه كلمة مجملة، كلمة مجملة، الصديق يقصد بها شيئا والزنديق يقصد بها شيئا آخر. هذا كلام شيخ الإسلام. قال أيضا في الاستقامة الجزء الثاني صفحة 38 إلى 39، قال وأما قول الشيخ أبي عثمان الغير من عمل المريدين فأما أهل الحقائق فلا، يعني درجة أعلى،
فلم يرد الله أعلم بذلك الغير على محارم الله وهي الغيرة الشرعية. فإن قدر الشيخ أبي عثمان أجل من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه وكان رسول عليه الصلاة والسلام فيها أكمل من غيره وهي مما أوجبه الله وأحبه من عمل المريدين دون أهل الحقائق، وإنما يعني الغيرة الاصطلاحية التي يسميها هؤلاء المتأخرون غيرة كما قدمنا. إذن لما وجد كلمة غيرها قبيح لكن قائلها عندما وجد هذه الكلمة المحتملة من رجل جليل القدر استبعد أن يكون المراد من ذلك المعنى القبيح. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى، أيضا ذكرت بعض أشياء في مجموع الفتاوى يرجع إليها، قال في مجموع الفتاوى الجزء 31 صفحة 1400: ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريان على أحسن أساليب كلام الناس، ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر. هذا كلام جيد، يقولنا هذا من أعظم التقصير أن يكون الرجل له كلمة محتملة وله كلام آخر، فتأخذ أنت هذه الكلمة على المعنى السيء وتعتبر الكلمة التي فيها غلط وتترك الكلمة الأخرى الصريحة عن الرجل، هذا من أعظم التقصير، هذه جناية، جناية على المتكلم، تظلمه وتتكلم فيه بما لم يعتقده. هذا كلامه رحمه الله. وقال أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد نقل الجزء الثاني صفحة 41 و500، وقد نقل كلاما للإمام أحمد في إحياء الذمي للأرض، قال: ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبين ما أخذه. ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع في الغلط كثيرا. إذا الإنسان إذا نقل فلا بد أن ينقل عن الرجل من جميع كتبه ويعرف جميع أقواله حتى ينسب إليه قولا معينا. ننتقل إلى كلام الإمام ابن القيم، وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن ألصق الناس به ومن أكثر العلماء تأثرا بشيخه وممن خدم علم شيخه رحمه الله، وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يخدموا علم مشايخهم في الحق إذا كان هذا حقا. في مدارج السالكين يقول الإمام ابن القيم في الجزء الثالث صفحة 20 و500 إلى 21 و500، والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق. كلام عظيم وكلام نفيس، الكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد أحدهما أي المبطل أعظم الباطل بها ويريد بها الآخر محض الحق. والاعتبار ايش اللي يميز لنا، ايش الحد الذي نعرف هذه كلمة مذمومة او ممدوحة؟ ابن القيم ابان لنا فقال: والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو اليه ويناظر عليه، سيرته ومذهبه طريقته ما يدعو اليه وما يناظر عليه، هذا يوضح الكلمة المجملة منه. تبطل هذا الجهاد وتهدر هذا الجهاد كل هذه السنوات من اجل كلمة مجملة ما فهمت انت معناها فهما صحيحا، ثم تقول وتحمل هذا العالم انه يقول بهذا وذاك، وقد تكون هذه الكلمة المجملة هي الاخيرة فتعدها هي الناسخة، ثم تبطل ذاك الجهاد كله بهذه الكلمة وتحمل رجل هذه العقيدة. سبحان الله. قال هنا: والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهروي قدس الله روحه راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، وله في ذلك كتب مثل كتاب ذم الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية. انتهى. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر مبينا، وهذا هو الموضع الذي قرأته عليكم بالأمس، مبينا أن كلام الهروي كان واضحا في الخطأ، في الحقيقة كان ليس بمجمل بمعنى يحتمل فيه الأمران ولا مزية لأحدهم على الآخر،
لا، كان جانب السوء فيه أظهر، لكن مع ذلك أول الظاهر وذهبوا إلى المؤول. قال هنا في مدارج السالكين الجزء الأول 63 و200 إلى 65 و200، قال وصاحب المنازل يعني منازل السائرين كتاب أبي إسماعيل العراوي رحمه الله الذي شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قال وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات مضادا للجهمية من كل وجه، وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله، وكتاب ذم الكلام وأهله طريقته فيه أحسن طريقة، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها، وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسعوا بقتله إلى السلطان مرارا عديدة والله يعصمه منهم. الجهمية يريدون أن يقتلوا ثم الأخذ نقول عليه جهمي لأن له كلمة محتملة. قال وسعوا به مرارا عديدة والله يعصمه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة أهل السنة والحديث الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة. ولكنه رحمه الله الآن بدأ يتكلم في الأخطاء صحيح. أولا نفى أن يكون جهميا ومع ذلك بين الخطأ الذي عنده، وهذا العدل والنصح، تدافع عن الرجل بوجه حق ثم من جهة أخرى تذكر خطأ وتحذر من خطأه. قال طيب، لكنه رحمه الله كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات، فإنه لا يقدم على الفناء شيئا، ويراه الغاية التي يشمر إليها السالكون والعلم الذي يؤمه السائرون، واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع وعظم موقعه عنده، واتسعت إشاراته إليه وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علما وحالا وذوقا، فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية باديا على صفحات كلامه. انظر، هل يقال فيما كان باديا انه مجمل بمعنى استواء الامرين فيه؟ لا، هذا واضح به. قال باديا على صفحات كلامه وزان تعطيل الجهمية لما اقتدته اصولهم من نفي الصفات، ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمع له من السالكين تولد منهما القول بوحدة الوجود المتضمن لانكار الصانع وصفاته وعبوديته، وعصم الله ابا اسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في اثبات الصفات، فاشرف من عقبة الفناء، العقبة في الجبل، اشرف جبل مرتفع وفي عقبة، فاشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بارض الحلول فلم يسلك فيها، ولوقوفه على عقبته واشرافه على تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق الى الوقوف على تلك العقبة، لان ابا اسماعيل كان يظن ان فعمه في الفناء هو يعني الغاية التي يشمر اليها السالكون، فدعا الناس الى ذلك. قال ودعوة الخلق الى الوقوف على تلك العقبة من اجل هذا كله، اقسمت الاتحادية بالله جهد ايمانهم انه لمعهم ومنهم وحاشاه. قال وتولى شرح كتابه اشدهم في الاتحاد طريقة واعظمهم فيه مبالغة وعنادا لاهل الفرق العفيف التلمساني. هذا فاجر، يقول عليه الشيخ حسن تيمية الفاجر التلمساني، هذا ما هو عفيف، هذا فاجر. انظر كيف يقلبون الاسماء. قال العفيف التلمساني، ونزل الجمع الذي يشير اليه صاحب المنازل على جمع الوجود، وهو لم يرد به حيث ذكره الا جمع الشهود، ولكن الالفاظ مجمله، يعني لشيخ الاسلام العروي كلمات مجمله. اذا المجمله هنا، هل هذا ماشٍ ومضطرد على التعريف الاصولي او مضطرد على كلام المتقدمين؟ على كلام المتقدمين. قال ولكن الالفاظ مجملة وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد ولسانا فصيحا، شاعر عجيب هذا التلمساني، ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، انتهى. هذا كلام لشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله. نعم. وفي شفاء العليل طبع دار الكتب العلمية صفحة 29 ذكر في مقام الدفاع عن العروي ايضا، فقال وكان شيخ الاسلام اي العروي في ذلك موافقا للاثر وغضبه لله ولحدوده ومحارمه
ومقاماته في ذلك كثير ومقاماته في ذلك كثيرة شهيرة عند الخاصة والعامة. وكلامه المتقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله. قال وهو كالمحكم فيه، هذا الكلام الصريح كالمحكم فيه، وهذا متشابه أي الكلام الثاني الذي أتى عنه في الفناء متشابه. قال فيرد إلى محكم كلامه. هل هذا فيه جمع كلام العالم ورد كلام العالم بعضه إلى بعض وتفسير كلام العالم بعضه البعض؟ هذا كلام صحيح أو هذه خرافة اخترعها أبو الحسن في هذا الزمان؟ هذا كلام العلماء وكلام من؟ بارك الله فيكم. ننتقل إلى كلام الحافظ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدين، المتوفى سنة 48 و700 من الهجرة. قال في النبلاء، وقد ذكر الحكاية أو ذكر المقولة عن ابن حبان عندما نقل عنه أنه يقول النبوة العلم والعمل. قال الذهبي هذه حكاية غريبة صرفها الحافظ الذهبي، كذلك الحافظ ابن كثير، وابن حبان فمن كبار الأئمة، ولسنا ندعي له في أن ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق والفيلسوف، يعني هذه كلمة محتملة يمكن المسلم يقولها ويريدها معنى صحيح، وقد يطلقها الفيلسوف ويريد بها معنى فاسدا. قال فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، لكن هذا إشارة إلى أن الإجمال في هذه المواضع لا ينبغي، لكن وقد وقع ماذا نفعل؟ فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه، أي إن وقع يعتذر عن المسلم. فنقول لم يرد أي ابن حبان حصر المبتدا في الخبر، النبوة مبتدا، العلم والعمل خبر، لم يرد أن النبوة هي علم وعمل فقط، لم يرد حصر المبتدا في الخبر. ونظير ذلك قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج، أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر المهم في الحج. وكذا هذا أي هذه الكلمة إن صحت عن ابن حبان ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، ليس كل من برز في العلم والعمل يكون نبيا، لكن هل يكون نبيا بدون علم وعمل؟ لا، لكن ليس كل من برز في العلم والعمل يكون نبيا. قال لأن النبوة موهبة من الحق تعالى، لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللذن والعمل الصالح. وأما الفيلسوف عندما يقول نبوة العلم والعمل يقول النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر، ولا يريد أبو حاتم أصلا، يعني أبو حاتم بن حبان وحاشاه، قال وحاشاه، انظر هذا تأويل الكلام أم لا، إن صح هذا عنه. الشيخ ربيع لما أوردت هذه الكلمة في أشرطة قول الأمير في صدر العدوان المبين أجاب عن ذلك بعدة أجوبة ذكرها في رسالته التي أسمعها ابطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل. قال في هذه عدة أجوبة وهي متداخلة، لكن يكثر الشيخ عدد الأرقام من أجل أن يعني يظن أن هذا ينفق على طلبة العلم، لا، ولو ذكر 100 وجه وهي متداخلة عرفنا خلاصتها وأنها عبارة عن وجهين أو 3. أولا قال هذه قصة استغربها الذهبي، أو هذه كلمة استغربها الذهبي فإسنادها يحتاج إلى إثبات. قلت في الجواب إن موضع الشاهد عندي في كلام الذهبي الذي أجاب عنها على تقدير صحتها، وأنا لم أقل إن ابن حبان يحمل مجمل على المفصل في هذا الموضع من أجل أن تقول هذا غير ثابت عن ابن حبان، أنا ما ادعيت إن هذا ابن حبان الذي يحمل مجمل على المفصل، ولكن ادعيت أن الذهبي قدر ثبوت هذه الكلمة لو ثبتت فتأويلها كذا،
فلو كان التأويل من أصول أهل البدع فلماذا يفعله الذهبي؟ إذا ما فعل هذا إلا لأن هذا يعتبر به عن أهل العلم. قلت إنما ذكرت صنيع الذهبي فيما بلغه من طعن في ابن حبان، فلا وجه يا صاحب الفضيلة لتكثير أرقام وجوه الرد عند أهل الفهم. الشيء الثاني، سألت الشيخ: طيب الذين رموا ابن حبان بالزندق هل هم مصيبون أو مخطئون؟ إن قال مصيبون معنى ذلك ابن حبان زندق. هذا العلماء معروف ابن حبان مكانته في الأمة إمام من الأئمة في عدالته وفي روايته وفي نقله وفي جرحه وتعديله، اللهم إلا بعض المواضع التي أخذ العلماء عليه فيها التساهل أو التشدد، لكن ما أحد يقول زنديق، لأن زنديق ما نحتاج نقول ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، عنده أكبر من ذلك الزندقة. إذا ابن حبان إمام عدل عند الأمة وليس بمعصوم. فلو قال الشيخ لو سألناه هل الذين تكلموا فيه أصابوا أم أخطأوا، لأنه أيضا من جملة كلامه هنا أن هناك أيضا من تكلم فيه، جواب أيضا وجه من الوجوه، يعني الذهب أن اعتذر له هناك من تكلم فيه، فنقول هل الذين تكلموا فيه أصابوا أي هو زنديق؟ هذا غير صحيح. وإن قلنا ما أصابوا إذا الذين التمسوا له العذر هم المصيبون، فلماذا تقول هناك من تكلم فيه وأنت ترى أن كلامه غير مقبول وغير معمول به في الأمة؟ نعم، حتى هو أيضا من جملة كلامه أن الذهبي ما أنكر على الذين تكلموا فيه. الشيخ في هذا الموضع بدأ يسلم يتراخى شيئا ما على أنه ممكن أن الأئمة يختلفون، واحد يتسامح معه ويتأول له وآخر لا يتسامح معه. فأولا هذا رد عليه عندما ادعى الإجماع على قول، ثانيا لماذا لا يعاملنا بما عامل بعض الأئمة بعضهم البعض أو بما عامل الأئمة بعضهم البعض، فإنهم اختلفوا في الشخص، منهم من التمس له ومنهم من لم يلتمس له، ولم يطعن أحد منهم في عدالة الآخر ولا في دينه ولا في سلفيته، فلماذا لا يعامل هو مخالفيه كما عامل سلفه سلفنا؟ ليش هو ما يعمل هذا؟ الامر الثالث، نحن لا نسلم له ان سلف هؤلاء كانوا لا يحملون المجمع على المفصل، لان الذين تكلموا في ابن حبان بهذه الكلمة ليس معناه انهم لا يرون حمل المجمع على المفصل، محتمل انهم يرون ان كلمة ابن حبان النبوة العلم والعمل هذه كلمة صريحة في قول الفلاسفة، هذا محتمل. الأمر الثاني، لو سلمنا أنها مجملة عندهم لعلهم رأوا من ابن حبان أشياء مريبة وانضمت عندهم قرائن أخرى إلى هذه الكلمة مما جعلهم يفهمون هذه الكلمة على المعنى السيء وفصلوها وبينوها بمفصل ومبين قبيح. إذا عندما تكلموا فيه محتمل أنهم تكلموا لظهور الكلمة، وإذا كان كذلك فلا وجه لمن يقول إن هؤلاء لا يرون المجمل حمل المجمل على المفصل وهؤلاء سلف لنا في ذلك. ولو سلمنا بأنهم يرونها مجملة، هل كانت عندهم قرائن أخرى تجعلهم يفسرون هذا المجمل بمعنى سيء أم لا؟ كل هذا يجب على الشيخ ربيع إذا أراد أن يستدل بأن له سلفا بأنهم لا يحملون المجمل على المفصل أن يثبت هذين الأمرين، أن الكلمة عند هؤلاء الذين يعني يقتدي بهم أن الكلمة عندهم ليست مجملة، أن الكلمة عندهم مجملة. ثانيا أن الكلمة مع إجمالها ليس عندهم قرائن تفسرها، ومع ذلك ما حمل المجمل على المفصل. هذا غير صحيح، بل نقول له في مثل هذه الحالة إذا كانت مجملة وما عندهم قرائن وحملوها على المحمل السيء، ما الذي جعلهم يحملون على المحمل السيء؟ هذا خلاف صنع أهل العلم. فإن قال حملوه على المحمل السيء لقرائن، إذا هذا خرجنا يعني إذا اعترف بأن هناك قرائن، أو يقول ما في قرائن نقول ولماذا حملوه على المحمل السيء؟ إذا كان حملوه على المحمل السيء بلا قرائن فهذه إساءة ظن بالعلماء، وإذا كان حملوه على المحمل السيء بلا قرائن فهذا أيضا غير وارد علينا، لأننا نقول يحمل المجمل على المفصل إذا وجدت قرينة، وهذا خارج موضوع النزاع.
المهم على كل وجه ليس له في ذلك سلف. ايضا الشيخ ذكر ان بعض الائمة او ان ائمة السنة كانوا يتكلمون في رجل اذا بلغهم عنه شيء ولا يقولون مجمل ولا مفصل، وهي كالعادة الادلة التي يستدل بها احمد بن حنبل ومن معه مع يعقوب بن شيبة وداود بن علي الظاهري وهؤلاء الذين وقفوا في القرآن فتكلم فيه احمد بن حنبل ومن معه. والجواب الاول ليس هذا في موضع النزاع، فان الذين وقفوا في القرآن اتوا ببدعة ظاهرة ليست مجملة. الوقف في القرآن بدعة. الجهمية ثلاث طوائف، المعطلة والواقفة واللفظية. كيف نقول بعد هذا انهم اتوا بكلام مجمل؟ هذه واحد. لو سلمنا بان هذا كلام مجمل، فقد ذكر شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 13 و200، وقال وكثير من اجوبة الامام احمد وغيره من الائمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله. اذا هؤلاء الائمة عندما طعنوا في من تكلم بالوقف مباشرة دون استفصال، هذا لانهم عرفوا حالهم وانهم الامر واضح عندهم والحجة قائمة عليهم. قد عرف علم المسؤول حاله او خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الاعيان الصادرة على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يثبت حكمها في نظيرها. هذا كلام شيخ الاسلام. اولا ننازع بان هذه الكلمة بان الوقف في القرآن مجمل. الجواب الثاني نسلم من باب ارخاء العنان بان هذا مجمل. نقول ان هذا خرج مخرج قضايا الاعيان، هذا كلام شيخ الاسلام وهو اعلم بكلام الائمة من الشيخ ربيع ومن المتأخرين. طيب ناتي بجواب اخر، لو فرضنا ان هذا لم يخرج مخرج الاعيان، نريد من الشيخ ربيع ان يحرر موضع النزاع ويطبق دليل على موضع النزاع. موضع النزاع متى؟ تحرير هذه الصورة على موضع النزاع متى تكون اذا اثبت لنا ان هؤلاء الذين وقفوا في القرآن وقفوا فقط من جهة اللفظ، والا فهم يعتقدون ان القرآن كلام الله غير مخلوق، وان من قال انه مخلوق فانه كافر. هم يقولون هذا ثم بعد ذلك وقفوا، ففي هذه الحالة يثبت لنا هذا ويثبت بعد ذلك ان احمد مع ذلك بدعهم وضللهم مع قولهم بان القرآن كلام الله غير مخلوق. في مواضع اخرى صرحوا بهذا وانهم قالوا ان الذي لا يقول بذلك كافر، فجاءت منهم كلمة مجملة وجاء منهم كلام مفصل ثم مع ذلك فالامام احمد ما عذرهم. انا اسجل هذا نعم. فاذا اثبت لنا هذا نقول نعم لك سلف في هذا، اما هذا دونه خرص القتال. من اين له هذا؟ في احمد وحده، وها هو احمد بارك الله فيكم هو الذي اول كلام شعبة، ولما بلغوا عن كلام عن ابن ابي قتيلة عندما قال اهل الحديث قوم سوء قال زنديق. قال شيخ الاسلام لانه عرف مغزاه. والا من الممكن ان رجل يقول هذه الكلمة اهل الحديث قوم سوء ويعني مثلا انهم سرقوا نعله او فعلوا به شيء، مثل واحد يجي الحين طلبة العلم قوم سوء ليش سرقوا نعله او سرقوا كذا، وما يعني انه يتهم دعوتهم ولا عقيدتهم ولا الطريقة التي عليها، ولكن يتهم اخلاقهم ويتهم بعض الاشياء، وما يتهم كل يعني اخلاقهم جميعا، انما يتهم اخلاق بعضهم الا انه اطلق الكلمة. نقول نحن نقول عليه كذا، لا، انظر لكلمة ابن تيمية هذه مهمة، والعجب ان الشيخ ربيع ينقلها ومع ذلك يستدل بها
وينقل كلام ابن تيمية، ومع ذلك ما أدري لماذا يستدل بعد ذلك بهذه الكلمة، وابن تيمية قد أخذ الدليل من يده عندما قال لأنه عرف مغزاه. إذن ما كل من قال كلمة في أهل الحديث لابد أن نرميه بالزندقة. وقد نقلت لكم كلام عن الحافظ الذهبي لما قام أحد الناس وقال الذي يريد أن يذهب إلى مجلس أبي نعيم، فقام عليه أصحاب الحديث بشفار الأقلام كذا أن يقتلوه، فقال الحافظ الذهبي ما هؤلاء بأصحاب الحديث، بل هؤلاء كذبة فجرة أو جهلة فجرة أبعد الله شرهم. هل نقول أن الذهبي يسب أهل الحديث وزنديق زنديق زنديق؟ هل نقول الذهبي وابن أبي قتيلة سواء؟ لا. شيخ الإسلام ابن تيمية بين لنا رحم الله ابن تيمية، فلعله فهم أن كثيرا من الناس قد يفهمون هذا الأثر فهما سيئا، وأن كل من تكلم في شعبه ورج من أهل الحديث فإنه يطعن في أهل الحديث. الآن الشيخ ربيع عندما تقول له أخطأ يقول لك خطأ أهل الحديث، خطأ السلفيين، خطأ أهل الحق. عندما ترد عليه ويرد على أهل الحق تعجب أنها يعني جعل نفسه هو الحق الذي يرد عليه كأنه هو رسول الله. هذا المنزلة لا تكون إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فغير رسول الله يقال له ما دليله؟ فإذا رددت عليه بشيء قال يرد على أهل الحق، فقال يرد علي، وإذا خطأت في شيء قال يخطئ أهل الحق ويحارب أهل الحق ويقف على أهل الحق. هذا تهويش، هذا تهويش حقيقة ما فيه فائدة، ولا تهتز عظام طالب العلم ولا ترتعش رأسه أمام هذا التهويش. الحق أحق أن يتبع. فابن تيمية رحمه الله سحب هذا الدليل من يده، والعجب أنه لا زال يستدل به ويقول قال ابن تيمية لأنه عرف مغزاه. جيد، إذا من عرفنا مغزاه وأنه يكره الحديث وأهله نقول فيه كلمة أحمد، أما من عرفنا قصده الحسن ما نقول فيه كلمة أحمد. فعندما يقول أحمد ما اعتذر نقول له لماذا اعتذر لشعبة؟ قال إذا أحمد اعتذر أحيانا وترك أحيانا. شوف يا أخوان، الذي يؤسس بنيانه على غير أدلة صحيحة هذا حاله، كل ما يأتي عليه دليل يأتي بمخرج جديد. طيب أحمد اعتذر أحيانا ولم يعتذر أحيانا، مثل ما يقول بعض الأئمة كان يعتذر وبعضهم ما كان يعتذر، وبعض الأئمة الذين اعتذروا ما كانوا يعتذرون في كل حال. نقول له صحيح ما كانوا يعتذرون في كل حال، لكن هل اعتذروا في حال ولم يعتذروا في حال والحال سواء؟ ما بينهما فرق؟ أبدا. وقبلوا عذرا هنا ولم يقبلوا عذرا هنا، والحال هو الحال. إن قال نعم فهو ينسب إلى الأمة إلى العلماء السفه والطيش، فإن الشريعة جاءت بعدم التفريق بين المتماثلات، المتماثلات والنظائر لا يفرق بينها، وعدم الجمع بين المتضادات. فكيف ينسب للعلماء أنهم فرقوا بين متماثلين من جميع الوجوه وفرقوا في الحكم؟ أنت قلت كلمة وأنا قلت أخرى، وأنا وأنت سواء من جميع الوجوه، عذروك ولم يعذروني، قالوا أنت كلمتك قصدك فيها حسن وجزاك الله خيرا، وأما أنت فمبتدع ضال. أنا أقول لماذا؟ ألم تعذروا فلانا؟ فإن قالوا نعم لكن بينك وبين فلان فرق، إذن يوجد فرق الذي جعل هنا يعذر وهنا لا يعذر. إذا قالوا نعم هي هكذا، هي هكذا ولو أنكما سواء، نحن ننزه علماءنا عن ذلك. انظروا الأقوال القبيحة وانظروا المضايق في المناقشات والمناظرات، إذا ضاقت على بعض الناس كيف يريد أن ينجو بنفسه؟ وإن أتى بكلمة لازمها نسبة القبيح إلى أهل العلم، نسبة القبيح إلى أهل العلم، المهم ينجو بنفسه. ولكن هيهات هيهات، نقول له تعالى ما نجوت، أين النجاة؟ تعال تعال أين النجاة؟ تنسب العلماء أنهم يفرقون بين المتماثلين؟ أنت أولى بأن ينسب إليك هذا، وأما علماء الأمة فلا. أحمد عذر، الذي يقول عليه أحمد ما عذر داود بن علي نقول عذر شعبة. فإن أوجد فرقا بين هذا وهذا هو قولنا، لأننا نقول يعذر في حالات ولا يعذر في حالات، لكن الذي يقول يعذر ولا يعذر في حالة واحدة
هذا كلام ننزه علماءنا عنه بارك الله فيكم. نرجع لكلام الذهبي. الذهبي وقف على كلام للغزالي، والغزالي فيه ما فيه، ابو حامد الغزالي فيه ما فيه، ومع ذلك كان الذهبي يعتذر له في النبلاء 19 صفحة 26 و300. قال الذهبي رحمه الله: مما نقم عليه، اي على الغزالي، ما ذكر من الالفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب كيمياء السعادة والعلوم، وصرح بعض الصور والمسائل بحيث لا توافق مراسم الشرع، وظواهر لا توافق مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد الملة، وكان الاولى به والحق احق ان يقال ترك ذلك التصنيف والاعراض عن الشرح له، فان العوام ربما لا يحكمون اصول القواعد بالبراهين والحجج، فاذا سمعوا شيئا من ذلك تخيلوا منه ما هو المضر بعقائدهم، وينسبون ذلك الى بيان مذهب الاوائل، على ان المنصف اللبيب، هذا هو الشاهد، على ان المنصف اللبيب اذا رجع الى نفسه، يعني تجرد من قصد الكلام الشديد على فلان او اسقاط فلان، على ان المنصف اللبيب اذا رجع الى نفسه علم ان اكثر ما ذكره مما رمز اليه اشارات الشرع، وان لم يبح به، ويوجد امثاله في كلام مشايخ الطريقة مرموزة ومصرحا بها متفرقة، وليس لفظ منه الا وكما تشعر سائر وجوهه بما يوافق عقائد اهل الملة، فلا يجب حمله الا على ما يوافق، ولا ينبغي التعلق به في الرد عليه اذا امكن، وكان الاولى به ان يترك الافصاح بذلك. كلام واضح هذا مع الغزالي، وفعل شيئا واول بعض الكلمات لابن عربي، وان كنا لا نسلم بعض المواقف من الحافظ الذهبي في مثل هذا، لكن بارك الله فيكم اذا كان العلماء من يعتذر لهؤلاء؟ الا يعتذر لعلماء السنة الذابين عنها القائمين في حياضها مقاما مشكورا، ويعني وتلقون في سبيل ذلك الاذى بالليل والنهار من اجل هذه الدعوة المباركة؟ الا يعتذر لهؤلاء؟ وهذا الذهبي يعتذر لمن؟ بل سيأتي ان هناك من يعتذر لابن الفارض، كلام صريح في الاتحاد، وهناك من يعتذر له، ما يعني كلاما صريحا، كلاما ظاهرا في الاتحاد، وهناك من يعتذر له، فكيف لا يعتذر لغيرهم؟ معاذ الله يا اخوان ان نسلك مسلك هؤلاء المجحفين الذين ينكرون ما عند الناس من الخير. وهذا ممكن من المجمل الذي يقول لك ينكرون ما عند الناس من الخير، الناس تشمل البر والفاجر والمسلم والكافر، يقول اذا نقول لابد ان نشهد بحسنات الكافر، يعني احنا نخالف الناس في حسنات المبتدع والعدل زي الان يقولنا في حسنات الكافر؟ لا، معروف كلامي ايش المراد به، لكن اقول لكم لو اننا جلسنا نتصيد كلام الناس نجد من كلام الناس مجملات كثيرة، ونتصيد ونقيس ونمضي، هذه مصيبة كبرى يا اخوان. في النبلاء ايضا 18 صفحة 10 و500 ترجمة الهروي، قال الذهبي رحمه الله: قلت قد انتفع به خلق وجهل اخرون، فان طائفة من صوفة الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه في منازل السائرين وينتحلونه ويزعمون انه موافقهم، كلا بل هو رجل اثري لهج باثبات نصوص الصفات منافر للكلام واهله جدا، الى ان قال: ويا ليته لا صنف ذلك، الى اخر كلامه رحمه الله. استدل بان على كون على براءة الهروي بكونه رجلا اثريا لهجا باثبات الصفات. وقال ايضا في تاريخ الاسلام وفي سنة 51 و200 الى 60 و200 صفحة 11 و300 ترجمة محمد بن كرام ابن عراق، وصفه الذهبي بقوله: الشيخ الضال، الشيخ الضال. ثم قال الذهبي: قال عبد الله ابن محمد ابن سلم المقدسي
سمعت محمد بن كرام يعني هذا يقول قدر فرعون ان يؤمن ولكن لم يؤمن. يعني فرعون قدر ان يؤمن، اما قدر او قدر ينظر في هذا، ان يؤمن ولكن لم يؤمن. قال الذهبي قلت هذا كلام يقوله المعتزلي والسني، وكل واحد منهما يقصد به شيئا، اي انتهى كلامه، اي والعبرة بالقائل وما عرف به من سنة او بدعة، فيحمل كلام السني على المحمل الحسن ويحمل كلام المعتزلي على المعنى القبيح. ويقول ايضا في تاريخ الاسلام جزء في تاريخ وفيات سنة 1600 الى 2600 صفحة 54 و300 ترجمة احمد بن عمر ابن محمد نجم الدين الكبرى. قال الذهبي رحمه الله قلت وكان شيخنا عماد الدين الحزامي يعظمه، ولكن في الاخر اراني له كلاما فيه شيء من لوازم الاتحاد، اراني له كلاما فيه شيء من لوازم الاتحاد. اشغل الذهبي على هذا، قال وهو ان شاء الله سالم من ذلك، فانه محدث معروف بالسنة والتعبد كبير الشأن. اذا دافع عنه بايش؟ بهذا، قرينة منفصلة ليست السياق. بعد ذلك السبكي وهو تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 71 و700 قال في قاعدة في الجرح والتعديل صفحة 93 فاذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالايمان والاستقامة فلا ينبغي ان يحمل كلامه والفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن امثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. ما شاء الله. بعد ذلك كلام العلامة ابن الوزير محمد بن ابراهيم اليماني المتوفى سنة 40 و800 الذي يقول فيه الشوكاني لو قلت ان اليمن لم تنجب مثله لما ابعدته. هذا الرجل يقول رحمه الله في العواصم والقواصم الجزء الخامس صفحة 13 قال وكذلك كل من صح عنه من المسلمين ما له وجهان ومحملان حسن وقبيح فانه يحمل على الوجه الحسن والمحمل الجميل، ولا يحل لاحد التشكيك في اسلامه والقدح فيه بسبب ذلك الاحتمال. وقال ايضا في العواصم الجزء الخامس صفحة 14 وما زال الحمل على السلام عند الاحتمال شعار العارفين والصالحين والمتقين. هذه مسألة إشارة وكأنها إجماع، وكأنها إجماع الصادقين العارفين المتقين. ولا وما زال الحمل على السلامة عند الاحتمال شعار العارفين والصالحين والمتقين. ما ادري نحن الذين الان نتبع، نحن الذين نبتدع او غيرنا. نعم. وقال ايضا في العاص الجزء الثامن صفحة 73 في سياق الكلام على ال علي وال العباس وما جرى بين الطائفتين قال الوجه الثاني تحسين الظن بالمسلمين من الطائفتين ما استطعت، اتكلم عن نفسه، واذا كان لاحد من الطائفتين محمل قبيح ومحمل اقبح منه حملته على اقلها قبحا ان لم اجد محتملا حسنا. سبحان الله. اذا عندنا محتمل حسن ومحتمل قبيح ومحتمل اقبح. اول شيء يروح للحسن، ما ورد الحسن يجي للقبيح ولا يذهب الى الاقبح. انظر انظر كيف ديدا العلماء، وقال لك حمل المجمع على المفصل بدعة. اشتراك انت في المجمل، يا من تقول بدعة ويا من تقول ضلالة ومن تقول فلان تكلم ولكنه لم يبحث هذه المسألة. الجرات. شوف الشيخ عبد الحسن العباد حفظه الله عندما افتى هذه المسألة تم الشيخ عبد الحسن وما قرأ كل شيء، ونظره يعني ضعيف ما يقرأ كل شيء، ورجل كبير في السن. انت اكبر منه في السن. عندما يقول هذا رجل كبير في السن ايش معنى يعني كبير في السن؟ ابو الحسن قال ايها الشيخ اتق الله فقد كبر سنه، قالوا بيقول عليه مختلط ومخرب. وانا ما عنيت مختلط ولا مخرب، انا اقول كبير السن
خاف الله يتقيه، ينظر الى حسن الختام، لا يظلم الناس، لا يعني يقول الناس ما لم يقولوا، هذا معنى كبير السن. فهو يقول لشيخ النصح كبير السن، رجل كبر سنه، وهو نفسه يقول ولما شوف قال انا اكبر منه في السن. يذكرني هذا بالحسن البصري، مرة جاء لامه وهي تفعل شيئا فقال لها يا امه اتق الله، ما يجوز لك تفعل كذا وكذا. فقالت لي يا بني قد كبرت وخرفت. قال اذا كنت قد كبرت فكيف انت؟ انت امي عبدك اكبر مني، اذا كنت انا قد كبرت فكيف انت؟ عبدك اكبر، اذا كان يعني العله الكبر فانت اكبر مني. فانت اذا كنت تعيب على الشيخ عبد المحسن انه كبير وتقول انا اكبر منه، اذا العله عندك من باب اولى. فاقول يا اخوان هذا جزاء او هذا حال من بنى كلامه على غير الدليل، من بنى كلامه على غير الدليل. نعم يا اخانا. بعد ذلك ننتقل الى كلام ابن ابي العز الحنفي شارح الطحاوية، القاضي علي بن علي ابن محمد بن ابي العز الدمشقي المتوفى سنة 93، هذا يقدم على ابن الوزير. ابن الوزير متوفى سنة 408 صح؟ نعم. هذا 93 يقدم من ابن ابي العز. اكتب هذا. نعم. ابن ابي العز متوفى سنة 93. تكلم في كلام للطحاوي، اولا اعتذر عن العروي كما سبق من كلام، وتكلم ايضا هذا اعتذار عن العروي في الجزء الاول صفحة 56، اما اعتذار عن الطحاوي في الجزء الاول صفحة 67. قال وقول الشيخ رحمه الله لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار انه لا يحيط به شيء من مخلوقات، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه انه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. قال فاذا جمع بين كلاميه، جمع الان بين كلامي الطحاوي، وهو قول لا تحويل جهات الست كسائر المبتدعات، وبين قول محيط بكل شيء وفوقه، علم ان مراده ان الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون الغير من المخلوقات، وانه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. والله يا اخوان لو اخذنا بكلام هؤلاء الذين يمنعون حمل الكلام، حمل كلام العالم بعضه على بعض، لو اخذنا بكلامهم لرمينا علماء السنة بالفضائع والقبائح. هذه القاعدة سيأتي لنا فائدة، هذه القاعدة تدافع عن علماء السنة، ما تدافع عن علماء البدعة، هذه تدافع عن علماء السنة ليست عن أهل البدعة. وهنا كلام أيضا للسخاوي، وهنا كلام كذلك للصنعاني، أنا أريد أن أختصر في الحقيقة. السخاوي كلامه في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ صفحة 23. الصنعاني كلامه في رفع الأسفار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار طبعة المكتب الإسلامي صفحة 83. حمل كلاما لعبد الله بن عمرو، هو لم يثبت عنه، لكن ظاهر صنيع الصنعاني أنه يرى ثبوته. في رفع عن عبد الله بن عمرو يقول لا يأتين على جهنم يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد. هذا ظاهره أنه يقول بفناء النار، هذا ظاهره قول بفناء النار، لأن تصفق ليس فيها أحد يعني خرجوا منها. فهذا القول هو لا يصح عن عبد الله بن عمرو، لكن ظهر صنيع الصنعاني أنه يراه ثابتا عن عبد الله بن عمرو وأوله. قال والمراد بذلك تفسيره أي إخراج الموحدين لا الكفار، إخراج عصاة الموحدين يعني النار التي فيها عصاة الموحدين، العصاة يخرجون منها، أما الكفار فهم باقون فيها أبد الآباد، أبدا الآباد. إذن هذا الصنعاني يؤول الكلام بما يقتضي أن يكون مع عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
الشياطين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المتوفى سنة 82 و200 وألف. أيضا له كلام، سئل عن كلام للسيوطي، كلام ظاهره قبيح من السيوطي، هذا موجود في مجموعة الرسائل النجدية، الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثاني صفحة 25 و200 إلى 26 و200. سئل عن قول السيوطي في قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، قال السيوطي وخص العقل ذاته. هذه مسألة ما نحب أن نفصل فيها. فقال البابطين الظاهر أن مراده أن الرب سبحانه وتعالى يستحيل عليه ما يجوز على المخلوق من العدم والعيب والنقص وغير ذلك من خصائص المخلوقين، فلكون ذلك يستحيل على الرب سبحانه عبر عنه بأنه لا يدخل تحت القدرة. وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغيري والنفس تنفر منها. إذن النفس تنفر منها، اعتبرها هذه الكلمة خاطئة، لكن أيضا التمس له عذرا. وهنا كلام للشوكاني الذي يقولون عنه أنه ادعى الإجماع على عدم تأويل كلام المعصوم ويفهمون أن كلامه هذا في موضع النزاع. لا، كلامه في غير موضع النزاع، لأن له في موضع النزاع كلاما يوافق ما نقول به. الشوكاني يقول في الدر النضيض في يعني في إخلاص كلمة التوحيد طبع الدار ابن خزيمة صفحة 91 إلى 290، ذكر بيتا من البردة للبصيري وبيتا لابن العجيل، وهو كلام في استغاثة بغير الله عز وجل. قال الشوكاني ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله إنما وقع من قائلهما لغفلة وعدم تيقظ، ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية. سبحان الله، بيستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما لسواك يعني من ألوذ به، يعني يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشوقاني يقول قصده تعظيم جانب النبوة والولاية، ولو نبي لك نبها ورجع بالخطأ عن الخطأ. وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة، وقد سمعنا ورأينا. قال فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء ايش يفعل؟ يصير ينزل في الانترنت يقول فلان من زنديق؟ لا. ايش يقول السيد الشوكاني؟ قال من وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء ماذا يفعل؟ فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية، يعني ينصحه، فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفنا. أما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الطاعة فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما فيه ذلك الكلام، إلى ما في ذلك الكلام من الخلل. نعم يا أخانا بشير، كلام القرطبي. ذكر كلاما هنا او اتى اخونا بشير بكلام القرطبي في الجزء الثاني في تفسير سورة البقرة صفحة 500، قال والمفسر يقضي على المجمل، والمفسر يقضي على المجمل. هذا ايضا ان شاء الله نضمه واكرمك الله يا ابا عبد القدوس. نعم، أنا أردت أن أقف عند كلام الأحياء من أجل يكون بعد المغرب نسمع الكلام في المسجل، لكن لا زال بقي كلام لبعض العلماء، ثم بعد ذلك نسمع الكلام بالتسجيل هذا إن شاء الله. إلى هنا نقف، وإن شاء الله بعد المغرب نكمل بإذن الله عز وجل. رحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 28 من شهر شعبان سنة 23 و400 وألف، نقبل إن شاء الله ما نحن بصدده من تسجيل مادة علمية تدل على أن القول المعروف
عن أهل العلم بالإسلام من زمن الصحابة إلى زماننا هذا هو حمل مجمل كلام الرجل على مفصله ومفسره ومحكمه أو حمل محكمه على متشابه. وقد قرأت عليكم كثيرا وكثيرا وأكمل إن شاء الله هذه المادة لكم. فهذا كلام للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله صاحب فتح المجيد المتوفى سنة 85 و200 و1000، وفي صفحة 63 و300 طبعة مكتبة دار الكتاب الإسلامي باب ما جاء في النشرة. قال هنا أيوة عند قول قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي حل عنه أو ينشر، يعني يعملوا له نشرة؟ قال: لا بأس به. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله: قول لا بأس به يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينهى عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. إذن قيد إطلاق ابن المسيب لما هو معروف أن ابن المسيب ما كان ليحل ما حرم الله. وذكر هنا أيضا كلام السعدي والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 و1000، ذكر كلاما في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال رحمه الله: أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. سبحان الله، إذا جاءك خبر عن أخيك المسلم وهو خبر ليس بمجمل، خبر صريح بكلام باطل عنه، فابتداء إذا عرفت عن هذا الرجل الصدق والتوجه الصادق إلى الله عز وجل، ابتداء لا تصدق هذا الخبر وتحمله على المحمل يعني السالم، إلى أن يظهر لك بجلاء مستعدي فيما إذا كان الكلام واضحا في الباطل. فما ظنك بما إذا كان الكلام مجملا يحتمل الباطل ويحتمل الحق؟ هذا من باب أولى. وقال أيضا في كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والحكام المستنبطة من القرآن صفحة 68 و100: هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا إلى أقوال القادحين بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. وهذا محمول على أنه إلى أن يثبت عندهم القول الناقل عن الأصل. ويقول رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة والفروق والتفاسير البديعة النافعة صفحة 84: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن. هذا القاعدة 57 في العقود والفسوق والإقرارات وغيرها. وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال رحمه الله: وكذلك مسائل الأيمان وألفاظها يرجع أو ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما، فينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. هذا كلام الشيخ السعد رحمه الله، وهذا كلام للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني المتوفى سنة 86 و300 و1000. أيضا تكلم في التنكيل صفحة 68 و600 على الكلمة التي نسبت لابن حبان: النبوة العلم والعمل،
واتى بكلام نحو كلام الذهبي. وهذا كلام للشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المفتي العام السابق للمملكة العربية السعودية ورئيس القضاة رحمه الله، والمتوفى سنة 98 و300 ألف، في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم الجزء الاول 200-300، نقل او سئل عن قول صاحب اللمعة وجب الايمان بها لفظا في الصفات، قال وجب الايمان بها لفظا، فاستنكر هذه الكلمة الشيخ، قال اما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ، اي مما استدرك عليه في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيه عدة كلمات اخذت على المصنف، اذ لا يخفى ان مذهب اهل السنة والايمان بما ثبت في الكتاب والسنة من اسماء الله وصفاته لفظا ومعنى. اذا قوله وجب الايمان به لفظا قد يعني هذا ظاهره انه يحترز من الايمان بمعاني هذه الاسماء والصفات. اهل السنة يؤمنون بالاسماء والصفات لفظا ومعنى، لكن لا يخوضون في الكيفية، اما الايمان بالمعنى يؤمنون به، والذين لا يؤمنون بالمعنى هم المفوضة وهم من اخبث الفرق. فيقول الشيخ محمد بن ابراهيم اما ما ذكره في اللمعة فانه ينطبق على مذهب المفوضة وهم من شر المذاهب واخبثها، لكن هل صاحب اللمعة الذي اتى بهذه الكلمة، هذه كلمة وان كانت محتملة الا ان ظاهرها سيء، يعني ليست مجملة اجمالا يستوي فيه الطرفان، فاذا به يقول والمصنف رحمه الله امام في السنة ومن ابعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم، يعني لا يمكن ان نفهمها كذلك، اللفظ خطأ لكن لا يمكن ابدا ان نتهم الرجل بهذا لانه معروف بعقيدته. وهنا كلام لابناء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ومعهم الشيخ حمد ابن ناصر، في الدرر السنية الجزء الثالث صفحة 21 ورد سؤال لابناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر رحم الله الجميع، فذكروا كلاما خطيرا لابن الفارض، وذكروا انه ليس من اهل السنة ولهم مقالات كفرية، الا انهم قالوا فمن اهل العلم من اساء به الظن بهذه الالفاظ وامثالها، ومنهم من تأول ألفاظه وحملها على غير ظاهرها وأحسن فيه الظن، ومن أهل العلم والدين من أجرم صدر منه على ظاهره، يعني هذا كلام ظاهره سيء. وانقسم العلماء قسمين، قسم التمسوا له أعذارا وقسم أجروا الكلام على ظاهره، والذين التمسوا له أعذارا تأولوا بأدلة، والذين أجروا على ظاهره رأوا أن هذا كلام لا يتأول، لكن قضية أنه لا يحمل مجمل على المفصل هذا كلام غير صحيح. إلا أن الشاهد هنا ما حكم هؤلاء العلماء الذين تأولوا لابن الفارض والتمسوا له، كيف يسميهم أبناء الشيخ أنهم علماء، مع أن عندنا من يقول أن هذا دليل كلام الشيخ الجبري في وقت هذا، مع ان هذا يعني في زماننا يرمون من حكم على رجل من اهل السنة بانه من اهل السنة ولكن عنده اخطاء كذا وكذا، ليش ما تخرجوا من السنة؟ اذا ما خرجت من السنة انت مميع، اذا انت خارج من السنة. سبحان الله، هناك من التمس لابن الفارض ومع ذلك ما اخرجوا من السنة، مع انني لا احسن الظن بابن الفارض، لكن شاهدي كيف يقال هذا مع ان هناك من العلماء من وقف هذا الموقف من ابن الفارض، كيف هؤلاء يطعنون في من يخالفهم في الرجال الذين هم بينهم وبين ابن الفارض ما بين السماء والارض؟ هذا ان دل فانما يدل على انهم يجهلون منهج السلف في هذه الامور. وفي الجزء الثاني صفحة 23 قالوا ابن الفارض وامثاله لجهالتهم لا يعلمون ما في كلامهم ومذهبهم من الكفر، ومن احسن فيهم الظن من العلماء كما قدمنا حمل كلامهم على محامل غير هذه واولها تأويلا حسنا على غير ظاهرها والله اعلم. شاهد من هذا يا اخوان، لا تجعلوا
الخلاف بينكم في الأشخاص خلافا في الدعوة، ولا خلافا في العقيدة، ولا خلافا في منهج الدعوة. وقد مر هذا بنا من كلام أهل العلم جميعا، ولا يزال أهل العلم يختلفون، فمن موثق ومن مجرح، ومن حاكم بأن هذا من أهل السنة، ومن حاكم بأن هذا ليس من أهل السنة، ومع ذلك ما أخرج بعضهم بعضا من السنة. أما الذين ليس لهم علم بكتب السلف ولا بكلام الأئمة فيقول لا، الأئمة إنما اختلفوا في الجرح والتعديل في باب الحفظ، قالوا فلان عند حفظ، فلان لين، فلان قوي، فلان حافظ، فلان ليس بحافظ. أما باب العدالة من جهة البدعة ما يختلفون، هذا كلام من لا يعرف كتب الجرح والتعديل، هذا كلام رجل لا يعرف ماذا في كتب الجرح والتعديل، ومثله حري به أن يبكي على خطيئته ويجلس في بيته ولا يتكلم في العلم. هذا كلام موجود عند أهل العلم، موجود كلام كثير، وهذا بإذن الله عز وجل ترونه موجودا في القول المفحم، وقد ذكر شيئا من ذلك، والقول المفحم من أنكر ما قاله صح ولا نادم، وكذلك أيضا سترون هذا إن شاء الله في رسالة أخينا أبي الحسين عبد الله بن رجاء، وأخينا جلال بن صالح الأبياني في تلخيص أشرطة مهلا يا دعاة التقليد، سترون إن شاء الله نقولات كثيرة ويعني أبحاثا فرة بأقوال أهل العلم الدالة على أن الذين ينكرون هذا الباب لا يعرفون كلام الأئمة، والجاهل لا يقتدى به يا أخوان. نعم، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، الشيخ محمد أمان شيخ الشيخ ربيع، فما باله خالف شيخه. ننظر كلام الشيخ محمد أمان الجامي، ما أدري شريطه موجود، شريطه موجود أو أقرأ الكلام من هنا قبله الصنعاني، لكن قد تكلمنا عليه. طيب، كلام الشيخ محمد أمان الجامي في الشريط الثامن الوجه ألف في شرح الطحاوية، ويتكلم ويدافع عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويرد كلام من اتهمه بقدم العالم، من اتهمه بالقول بقدم العالم، وقال لا، إذا كان كذلك نأخذ كلامه هذا المشتبه ونرد على كلام الآخر، وهذا من الإنصاف، ولابد أن نجمع كلامه مع بعضه. ننظر كلام شيخ الشيخ ربيع. الذين قالوا انه يكون بقدم العالم، وهو يسجد في كتابه الكبير من هذا السنه متفق المذكور 81 من المجلد الاول، يصرح بان القائلين بانها تسلسل الحوادث للماضي، او بان قدم بعد الحوادث قديمه، وان العالم قديم النفس والعقل، والنفس والعقل والأفلاك، إن هذا الكلام قاصر بسرير الأجل. هكذا بعبارة هذا العبارة أو بعبارة تشبه هذا صرح شيخ الإسلام بطلان هذا الكلام. لا يجوز لأحد بعد هذا أن يتهمه لوجود بعض عبارات مهمة، لأن الإنسان إنما يؤاخذ بما صرح به في كتاباته وفي حديثه وفي كلامه، وإن وجد في كلامه أحيانا لأسباب الاستطراد والتكرار ما يوجد هذا المعنى من الإنكار، أن يرد هذا الكلام غير صريح الذي فيه الإجمال إلى كلامه الصريح، كما يرد المتشابه إلى ما هو أقرب المكتب، كذلك كلام أهل العلم، وخصوصا من عرف كلامه العقيدة، الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى السنة، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، من عرفوا بهذه العقيدة وبهذا الموقف الكريم، إن وجد في كلامه ما يدل على خلاف ذلك، يجب أن يرد إلى من هو صريح بكلامه. ما شاء الله. هل هناك أوضح من ذلك؟ إذن حمل المجمع على المفصل دوفع أو يعني بهذه القاعدة دافعنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مقالة اشتبه فيها القول بقدم العالم. إذن هذه قاعدة ما دافعت عن أهل البدع، دافعت عن أهل السنة.
هناك من قال ابن تيمية يقول بقدم العالم، قلنا لا، لو كلام آخر صريح يوضح المراد، ليس هذا عشك فدرجي، ليس لك متعلق على شيخ الإسلام، كيف يقال أن هذه القاعدة تخدم أهل البدع؟ هذا يا أخوان دليل على عدم تحقيق المسألة وعلى عدم معرفة أبعادها. أيضا للشيخ أيضا كلام في الشروط رقم 10 وجه ألف، لكنه كلام مختصر ما حاجة له، خلاصته إذا قرأنا عبارة تهم هذا في كتبه يجب أن نردها، ونعتقد أنها كلام مدسوس بدليل كلامه الكثير في عدة كتب من كتبه حيث يقرر عقيدة للسنة والجماعة. هذا كلام، لكن الكلام الأول قد هو يعني في كفاية ما حدا. طيب ننظر بعد ذلك كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، موجود عندنا، هو موجود في مجموع فتاوى، يعني مش في شريط عندنا، في مجموع فتاوى سماحة الشيخ بن باز في قسم فتاوى العقيدة الجزء الأول صفحة 71 إلى 270 طبعة دار الوطن. قال وهو يتكلم على كلام الطحاوي في قول الطحاوي وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات. قال سماحة الشيخ هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل، هذا كلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده أي مراد الطحاوي رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، ولكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه، ثم فصل رحمه الله أن الكلمة تحتمل كذا وكذا إلى أن قال وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ ينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه، طيب المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبه بمحتمل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام، أين هؤلاء الذين يقولون نحن على منهج ابن باز؟ يثبتون لنا أنهم على منهج ابن باز؟ أي مسألة خالفناهم فيها أثبتنا لهم أنهم على خلاف منهج ابن باز؟ أي مسألة خالفناهم فيها بفضل الله عز وجل أتينا من كلام الشيخ ابن باز المقروء والمسموع ومن كلام الشيخ العثيمين ومن كلام الأئمة المعاصرين، أتينا لهم بخلاف ما هم عليه وبما يدعم قولنا بفضل الله عز وجل. إذن أين الدعوة هذه؟ نريد أدلة تدل حقا على أن هؤلاء على منهج السلف وعلى منهج العلماء الذين تبعوهم من الخلف، وإلا الدعاوى كل إنسان يستطيع أن يدعي. الأشاعرة يقول إحنا أهل السنة، الشاعرة يقول إحنا أهل السنة، الشيعة يقول نحن نحب أهل البيت، كل واحد يدعي دعوة. الصوفية يقول نحن نحب أولياء الله الصالحين، فكم واحد يقول إحنا على منهج السلف وهو مخالف. في الحقيقة أن هناك قواعد مخالفة لمنهج السلف، فيجب على أهل السنة الذين تورطوا بهذه القواعد أن يعيدوا النظر في أنفسهم وأن يعلنوا توبتهم وتراجعهم إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة ورفعة في الدنيا وفي الآخرة، وأما التمادي في الباطل فإنه يسقط أهله في الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله. وأيضا سئل الشيخ مرة أخرى في شريط عقيدة أهل السنة والجماعة، موجود عندكم هذا الشريط؟ عند أخينا نعمان هذا الشريط، وفرغه لنا، فرغ لنا كلامه وأرسله عبر الفاكس، جزاه الله خيرا. ذكر كلاما عندما سئل عن هل مجموع الفتاوى فيه كلام مدسوس على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إذا وجدت عبارة لا تناسب المعروف من عقيدته والمعروف من كلامه، وإذا وجد الإنسان في الفتاوى كلمة أشكلت عليه أو عبارة أشكلت عليه، فالواجب أن يردها إلى النصوص المعروفة من كلامه من كتبه العظيمة. هذا هو الواجب على أهل الحق. إذن هذه ما فلتة ولا ردة فعل مثل ما قال الشيخ ربيع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ضد البكري، هذه ردة فعل فقط. لا، الشيخ ابن باز يقول هذا هو الواجب على أهل الحق، أن يرد المشرع إلى المحكم كما هو الواجب في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم جميعا.
إذا رد المشابه للمحكم ليس في الكتاب والسنة فقط، وفي كلام أهل العلم جميعا. والمحكم هو قرينة منفصلة ليست متصلة، دعوة ساقطة من جميع وجوهها. هذه الدعوة التي تكلم بها شيخ ربيع دعوة ساقطة من جميع وجوهها. وهذا كلام لمحدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني، جاء في السلسلة الصحيحة الجزء السادس في القسم الثاني صفحة 38 و700، الحديث رقم 10 و800 و2000، حديث ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده. الحديث قال الشيخ رحمه الله: بهذه المناسبة أقول إن قول صاحبنا الشيخ مقبل بن هادي في تخريجي لحديث ابن كثير الجزء الأول صفحة 45 و400 في طبعة الكويت، رواه قال رواه أحمد الجزء الرابع صفحة 13 بمعناه، وهو حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الرحمن بن عياش السمعي عن دلهم بن الأسود وهما مجهولان. هذا كلام الشيخ مقبل. إيش قال الشيخ الألباني رد عليه في قولي بمعناه؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: أقول فقوله بمعناه ليس بصحيح، لأن العجب غير الضحك، هذه صفة، يضحك ربنا ويعجب ربنا، هذا حديث وذاك حديث، فهذا الحديث لا يقوى هذا الحديث، لأن هذا يثبت صفة العجب وذاك يثبت صفة الضحك، وهما ليس سواء، هذه صفة وهذه صفة. قال: فهما صفتان لله عز وجل عند أهل السنة، وهو منهم ولله الحمد. يعني لو قال قائل إن الشيخ مقبل يقول في العجب هو الضحك، فممكن يعني يتكلم فيه في عقيدته لهذا. قال: لا، هو رجل من أهل السنة وقال هذه الكلمة وما يدرك لازم القول عندما قال هذا. قال: فهما صفتان لله عز وجل عند أهل السنة، وهو منهم ولله الحمد، خلافا للأشاعرة فإنهم لا يعتقدونها بل يتأولونهما، أو بل يتأولونها بمعنى الرضا، فلعله لم يتنبه للازم هذا القول، ولهذا قيل لازم المذهب ليس بمذهب. انتهى. إذن بهذه القاعدة دافع عن الشيخ مقبل بهذه القاعدة، تأويل الكلام الذي معروف عن الرجل أنه على خلاف هذا، وأنها زل في اللفظ فقط، وإلا الشيخ يثبت الصفات لله عز وجل على طريقة أهل السنة والجماعة. هذا كلام واضح، وله كلام في أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور، الشريط رقم 606/1. هذا الشريط سئل فيه الشيخ عن كلمة لسلمان العودة، السائل يسأل الشيخ ويقول له: إن سلمان يكفر بالكبيرة. قال: أنا أعرف عن سلمان أنه لا يكفر بالكبيرة، وأنه يذم الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، هذا مع الخلاف مع سلمان. لكن قال: أيش الكلمة التي قالها؟ قال: تكلم على الفساق بأنهم استحلوا كذا واستحلوا كذا وكفر جماعة من الفساق. قال له: هذا ليس دليلا على أنه يكفر بالكبيرة، محتمل أنه كفر هؤلاء لأنهم يراهم استحلوا، لأن الرجل له كلام صريح بأن مذهب الخوارج التكفير بالكبيرة، وأن هذا مذهب مذموم ونحن نحذر منه، فكيف نأتي بكلمة مجملة ونحملها على يعني نحمل هذه الكلمة مع كلامه الآخر الصريح؟ هذا غير صحيح، نأخذ بالأصول ونترك الفروع. هذا كله قاله الشيخ الألباني رحمه الله مع الخلاف الموجود مع سلمان العودة. فكيف مع بعضنا البعض؟ نسمع كلام الشيخ الألباني لننظر هل هو يرى أيضا أن كلام الرجل يجمع بعضه إلى بعض حتى تعرف عقيدته من خلال ذلك، أم أن هذه كلمة مخترعة اخترعها رجل في صحراء مأرب هذا الزمان؟ نسمع إن شاء الله. تفضل. أنا أذكر وذكرى كنفر المؤمنين أنني في سبيل التقارب بين الإخوان السلفيين المتنافرين مع الأسف لأسباب اعتقادي غير موجبة لهذا التنافر وهذا التدابر والتباغض، في سبيل الوصول إلى معرفة السبب كان سؤالي واضحا جدا، أنه يا خالد أعطنا أعظم خلاف بيننا وبين الأخوان دون في العقيدة، فأقول عادة
مع الأسف، لكن لا لا أسف، لأنك والحمد لله ما جئت بالمثال، فإذا هذا شيء يفرحنا ولا يؤسفنا. إنما جئت بمحاضرة ألقاها الرجل وختم على طبقة من الفساق بأنهم مرتدون، لكن هذا لا يوجد خلاف فكري وعقائدي بيننا وبينهم، وبخاصة وأنت إذا كنت يعني أعرف بمحاضراتهم وبكتبهم أنهم يصرحون لأن عقيدتهم على منهج السلف الصالح، خاصة في موضوع التكفير وأنهم ضد الخوارج وأنهم لا يكفرون بكبيرة، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأصل بارك الله فيه موجود بيننا جميعا، حينئذ إذا وقفنا على عبارة بأحدهم نقول إنها توهم خلاف المعروف عندهم، حينئذ لا يجوز بارك الله فيك أن نتمسك بها وننقض القاعدة التي هم متفقون معنا عليها، وإنما نحاول أن نوجد توجيها مقبولا معقولا لمثل هذا الكلام الذي يمكن أن يخالف العقيدة المجمع عليها بيننا. وقد ذكرنا آنفا وأظن أنك صرحت أيضا أن هذا كلام خطأ، ليس بحثنا هذا خطأ ولا لا، هل هو كلام مثلا خطابي ولا عقائدي، ما هذا موضوعنا. موضوعنا أنه هذا دليل من كلامهم الصريح بأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذا لا يوجد، بل موجود هو العكس. فإذا هذه كلمة تفسر على ضوء تلك القاعدة، وأنا ذكرت آنفا أنه هذا كلام أجهل منا نحن الذين نظن بأننا نبتعد في إصدار الأحكام، أجهل منا شيء ولسنا هناك وما فكرنا أنه حيفهم الناس منها خلاف ما نريد. كل إنسان معرض لسهو في التعبير عما يستقر في قلبه وفي داخل نفسه، لكن أنا الحقيقة العبارة هاي أنا ما أفهم منها أن الرجل يخالف ما نعرفه عنه من أنه لا يكفر المسلم بارتكاب الكبيرة، وأنه يدندن أن تكفير مسلم بكبيرة هو مذهب الخوارج وهو ضدهم صراحة. إذن فعنا مخرج يا أخي أنه نحمل هذا الكلام على شيء من معنى نحن نتفق عليه، وهو قلناه سابقا أنه يفهم من لسان حال هؤلاء الفساق أنهم يستحلون ذلك الفسق والفجور بقلوبهم. لا أنه مخطئ، هب أنه مخطئ، لكن مش مخطئ في العقيدة، مخطئ في الحكم على شخص من الناس. يعني بما أنزل الله يحكم بقتل من قتل عمدا، لكن بناء على شهود قد يكون شهود زور، فحكم بقتل نفس بريئة لكنه مخطئ، لكن مبدأ الذي أقام القتل عليه ليس خطأ. فإذا بارك الله فيك نحن بدنا نمسك الأصول، ما بدنا نمسك الفروع التي تطبق على الأصول صوابا أم خطأ. ولذلك فأنا أنصح أنه ما تجعل مثل هذه الكلمات سبب فرقة بينك وبينهم، ما دام أن الأصول أنتم متفقون عليها. هذا كلام أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قبل الشيخ ابن عثيمين في أيضا بقية كلام للشيخ الألباني ابن تيمية بالقول الذي نسب إليه بفناء النار، وأنه اعتمد على قول آخر له على حسن الظن بشيخ الإسلام. انظر مقدمة رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار طبعة المكتب الإسلامي صفحة 32، وكذلك أيضا في كلام ابن القيم صفحة 39 حمل المستنبط من كلامي على صريح كلامه ثم قال: فهو الذي ينبغي الاعتماد عليه ونسبته إليه والأحب إليه. فهذا كله من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه.
شوف احنا جبنا من احنا الان من الصحابه الان واصلين في الاخير سنختم بالشيخ ربيع سنختم ان شاء الله بكلام الشيخ ربيع بحمل المجمل على المفصل لكن الشيخ ربيع واذا كان مع ناس يجاوب بشيء فاذا خلف اخرين يصحح ما كان يبطله بالامس ويهدم ما كان يبنيه بالامس. نعم الشيخ محمد بن صالح العثيمين له كلام في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء السابع صفحة 35 طبعة دار الثريا للنشر في شرح كشف الشبهات عند قول المصنف والإمام محمد بن عبد الوهاب النجد رحمة الله عليه قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. إذن هذا الموضع صرح بأنه لا يعذر بالجهل لكن الشيخ ابن عثيمين أول هذا الكلام قال لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه أي من الواقع في الكفر تفريط بترك العلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم فهذا لا يعذر بالجهل. قال وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل. إذن هذا كلام آخر قرينة أخرى منفصلة غير متصلة ومحمد بن عبد الوهاب ليس برسول الله وليس بمعصوم إنما هو من العلماء الذين هم غير معصومين. كل هذه الأدلة كل هذه النقولات هي الواحد منها كاف في نقد ما عليه الشيخ لأننا نقول للشيخ أولا ما دليلك على ما تقول فإن لم يكن معه دليل فلا يعمل بقوله فإن أتينا له بنقل واحد ضد ما يقول مع عدم إثباته الدليل على قوله فهذا كاف في نقد دعواه فكيف هذه النقولات التي تزيد عن 40 أو نحو 50 من أهل العلم على اختلاف الأزمنة ما رأينا أحدا يخالف هذا ويتكلم أحد بأن هذا مقتضى العقل هذا مقتضى العدل هذا الإنصاف يجب هذا الذي يخالف هذا ظلوم جهول الذي يخالف هذا كذا يعني كلام ما في شك كلام ما في شك بارك الله فيكم. وله كلام آخر أيضا في الشرح الممتع الجزء الخامس صفحة 80 و300 إلى 81 و300 في كتاب الجنائز ممكن يرجع إليه بارك الله فيكم. وخلاصته أنه ذكر أنه يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملا وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير. أنا تعجب يقول لا تحملها على الخير إيش نحمل احملها على الشر إيش هذا الإنسان إيش يقول لك لا تحمل على الخير احمل على الشر إيش هذا. فقال احمل على الخير ما وجدت لها محملا لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك ما شاء الله. إذا حملتها على الخير يزيل ما في قلبك من ماذا من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك تستريح. ليش انت تكلف نفسك ما لا تطيق تكلف نفسك انك تحمل هذا الرجل على المحمل السيء ليش. فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية وأحسن الظن بإخواني.